متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر عبر صفحه اليوم السابع. شهد مركز ديشنا وبالتحديد قريه ابو مناع غرب واقعه يعني راح ضحيتها مصرع رب اسره واربع من الاشقاء في اطلاق النيران من قبل الابن يعني الذي أصيب بحالة هياج، أدى إلى إطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه الأب والأربع أشقاء، وأصاب الأم بطلق ناري. بداية الواقع جاءت بتلقي اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إحطارا يفيد مصرع خمس أشخاص من أسرة واحدة في إطلاق للأعيرة النارية بقرية أبو مناع غرب التابع لمركز ديشنا شمالي محافظة قنا، وأسفر إطلاق النيران عن إصابة الأم ومصرع الأب وأربع من الأشقاء والشقيقات في ذلك الحادث. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وفرضت يعني كردون أمني، وانتقلت أيضا مباحث إلى مقر الواقع وتكثف من تحرياتها التي يعني أشارت التحريات الأولية إلى أن الابن أصيب بحالة هياج، وأطلق النيران أطلق وابل من الأعيرة النارية تجاهها أسرته، مما أدى إلى مقتل الأب ومقتل أربع من الأشقاء وإصابة الأم. تم نقل الأم يعني في حالة خطرة إلى المستشفى لإسعافها وتلقي العلاج اللازم. أيضا يعني جاري نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وفي انتظار يعني التشريح من قبل الطب الشرعي. الحادثة هي حادثة صعبة وحادثة مأساوية يشهدها مركز ديشنا شمال المحافظة، يعني هي مذبحة أسرية راح ضحيتها خمس أشخاص في دقائق معدودة، مصرع الأب ومصرع أربع أشقاء وشقيقات وإصابة الأم. يعني الأسرة جميعها تضررت من تلك المذبحة على يد الابن وهو يعني مزارع. من التحريات الأولية كما قلنا أشارت إلى أن الدافع وراء تلك الجريمة الابن أصيب بحالة هياج، وأطلق وابل من الأعيرة النارية تجاه أسرته بشكل عشوائي، مما أدى إلى مصرع الأب وهو مزارع ومصرع أربع من الأشقاء، جميعهم كانوا متواجدين في المنزل، وإصابة الأم بطلق ناري. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ومكان الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي من التحريات للوصول أكثر إلى الأسباب التي دفعت الشاب وراء إطلاق تلك الأعيرة النارية صوب أسرته بالكامل. بداية الواقع جاءت بتلقي اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إحطارا يفيد مصرع رب أسرة ومصرع أربعة أشقاء من أسرة واحدة وإصابة الأم في إطلاق لأعيرة نارية، وانتقال الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مقر الواقع في قرية أبو مناع غرب بمركز ديشنا شمال المحافظة. يعني الواقع واقع صعبة واقع مأساوية، هي مذبحة أسرية شهدتها القرية، وهي المذبحة الثانية التي يشهدها مركز ديشنا خلال يعني فترة قليلة وخلال أشهر قليلة،
حيث شهد مركز دشنة منذ شهرين مذبحة أيضا راح ضحيتها الأب والأم وأشقاء على يد الابن أيضا الذي قام بإطلاق وابل من العيرة النارية تجاه أسرته. شهد مركز دشنة ويعني إحدى قرى مركز دشنة بمحافظة بنا تلك الواقعة المذبحة الأسرية التي راح ضحيتها الأب وأربع أشقاء وشقيقات وأيضا الأم أصيبت في تلك الواقعة على يد الابن. التحريات الأولية أشارت أن المتهم في تلك الواقعة وهي الابن هو الابن يعمل مزارع أصيب بحالة هياج وأطلق وابل من العيرة النارية صوب أسرته مما أدى إلى مصرع الأب ومصرع الأربع أشقاء وإصابة الأم في حالة خطيرة تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وتلقي العلاج اللازم. أيضا تم تحرير محضر في الواقع واخترت النيابة لتولي التحقيقات وانتقلت مباحث مركز دشنة إلى المكان وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها ومن تواجدها في المكان ومعرفة أسباب أكثر عن الحادث والأسباب التي دفعت الشاب إلى إطلاق العيرة النارية صوب أسرته وفعل تلك المذبحة الأسرية الكبيرة التي شهدها مركز دشنة اليوم. تابعين كنا معكم لرصد تفاصيل تلك الواقعة وسوف نكون معكم في أي تفاصيل جديدة.